طيب نروح لمشروع مصر الرقمية. امبارح تابعنا بقى هذا الافتتاح من سيادة الرئيس بعد 17 سنة كده من تخرج رحاب السيد اللي احنا شفناها موجودة امبارح في افتتاح هذه المبادرة. 17 سنة من تخرجها من كلية الهندسة عرضت رحاب في مبادرة مستقبلنا رقمي رحلتها في المبادرة وإزاي أعادتها لمجال دراستها خلال مؤتمر افتتاح مشروعات مصر الرقمية. وتعالوا نعرف الحكاية من رحاب السيد، هي معانا دلوقتي على الشاشة اللقطة اللي هي كانت بتتكلم فيها، ومش هننسى برضو نسألها على اللقطة اللي سيادة الرئيس قالها عليها على الأجر دلوقتي أصبح كام لما كان بيقولها مش هنحسدك قولي ما تخافيش يا رحاب. صباح الخير أستاذة رحاب، اتفضلي. ألو 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 أستاذة هبة، أيوه صباح صباح الخير. الفل، أخبارك إيه؟ تمام تمام الحمد لله. طيب احكي لنا بقى على الموضوع ابتدى معاكي إزاي، وأنا لفت نظري فكرة إن أنتِ كنتِ بعيدة عن مجال الهندسة والمبادرة هي اللي رجعتك مرة تانية على التراك ده، إزاي حصل ده؟ هو أنا أصلا خريجة هندسة بس ما اشتغلتش، وبعدين بعد فترة التجارة اللي اشتغلت فيها وحصلت ظروف قعدتني في البيت، قعدت أدور بقى إيه حلمي القديم في البرمجة، وإن أنا كنت حابة ده أصلا بس الظروف هي اللي قعدتني. فدورت على حاجات كتير، كورسات مثلا مراكز جنبي في اسكندرية، فكان الحاجات اللي كانت موجودة كانت بدائية أو قليلة، مستواها قليل ضعيف شوية. دورت على النت، كانت اغلب الحاجه اللي برضو كانت موجوده على النت بفلوس وفلوس كتير قوي، فكانت يعني كان صعب بالنسبه لي. حاولت لغايه ما قابلت اعلان مبادره مستقبلنا رقمي على الفيسبوك، قدمت، وكنت ساعتها حتى كنت فاكره يعني اي حاجه هتبقى للحديث المختلف في التخرج. الاعلان ده اللي شدك كان ايه؟ لا، الكلام اللي كان مكتوب عن محتوى المنحة نفسه كان مختلف وكان قوي، وأنا كنت عشان متابعة أكتر فكنت فاهمة اللي هما كاتبينه ده، لا ده هيبقى كويس، يعني كنت حابة مناسب إني بالنسبة أقدم لك. فيه، كان فارق يعني. فلما قدمت كنت خايفة إني ما اتقبلش عشان برضو مش لسه متخرجة جديد، لكن كان سهل جدا واتقدمت يعني اتقبلت كمان على طول. دخلت لقيت نفس المحتوى اللي هو كان بمبالغ باهظة قبل كده مفتوح قدامي، وكان زيادة عليه كمان جزء معمول مخصوص لمصر بيعلمنا ازاي نشتغل في سوق العمل الحر، ازاي نبقى اللي هو المهنيين المستقلين اللي بيشتغلوا لوحدهم من غير شركة ومكتب، وازاي بقى نتعامل مع عميل. يعني دي كانت حاجة أنا ما كنتش عارفاها خالص. أنا عارفة عن البرمجة وعن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، انما فكره اني اشتغل بقى من البيت دي هي المبادره يعني فتحت عيني عليها وساعدتني فيها جدا. طيب يعني برضو خليني أسألك، ازاي استفدتي من مجالك ووظفتيه بقى في إطار المبادرة؟ هو انا المبادره كانت فاتحه كذا تراك، فانا من كتر ما كان المحتوى كويس اخذت حاجات في الذكاء الاصطناعي واخذت كمان التسويق الرقمي. فأنا جمعت بين شغل الهندسة وكمان زاد عليه التسويق، فكنت لما بقدم في شركات في المجالين كان بيبقى ليا أفضلية، لغاية ما اشتغلت يعني في شركة كان شغلها الذكاء الاصطناعي، كانوا طالبين ناس من جنسيات مختلفة كمتدربين أو بيشتغلوا فيه. قدمت من ضمن 50 حد واشتغلنا فعلا في فترة طويلة، وبعدين بعد كده اختاروني أنا واحدة بس منهم إن يكملوا معايا بعقد، وكمان اشتغلت معاهم في التسويق واللي هم ماسكه التسويق بتاعهم دلوقتي، رئيس تسويق تنفيذي ليهم يعني. لكن ما حسيتيش بصعوبه ان انت تستعيدي بقى المعلومات اللي اوريدي هي موجوده عندك والمؤهلات السابقه بعد كل هذه الفتره من الانقطاع؟ لا، هو الموضوع يمكن كان في الاول شويه كان صعب، لا بس بعد كده يعني لا الدنيا كانت كويسه. المبادره فعلا بتمشي مع الواحد، حتى يعني انا كنت تسويق بالنسبه لي كان زيرو ما اعرفش حاجه، لا مشيت معايا من البدايه لغايه ما فعلا بقيت بروفيشنال جدا. دي حاجه في الذكاء الصناعي محتوى كويس، بس هو يعني ممكن الواحد فعلا لازم يشتغل على نفسه كتير. انا ما كنتش قاطعه قوي بس مش بشتغل في المجال، بس طبعا الواحد برضه لو يتابع ويجتهد بيوصل يعني.
لو انت قدامك مجموعة من الشباب دلوقتي وعايزة تنصحيهم بان هم ينضموا للمبادرة، تقولي لهم ايه؟ وتقولي لهم يعني ايه الميزة اللي مختلفة في المبادرة دي عن اي حاجة تانية؟ اول ميزة ان هي انت وانت قاعد في البيت وفي وقتك، يعني ملهاش وقت معين او محاضرات او حضور او حاجه زي كده، لا انت بوقتك هتقدر بعد شغلك بعد ارتباطاتك ممكن تشتغل عليها، وهي مفيده جدا، يعني على الاقل بتحطك على تراك مظبوط مش حاجه ضعيفه يعني. وفكره ان الناس كلها بتفكر انا اول ما اتخرج محدش هيوظفني، انا ما عنديش خبره، لا اشتغل اشتغل كويس حتى لو من البيت، هتزيد الخبره بتاعتك. وفي نفس الوقت لا، فكره ان الواحد يشتغل من البيت دي حاجه لطيفه، يعني ان هو ما فيش بقى التزام مكتب وحضور وانصراف، ممكن الواحد كمان يشتغل مع كذا عميل، تبقى كويسه يعني. ناس كتير لما بتيجي مثلا تبص على يعني سكه شغل تيجي تقول لك لا يعني انا لسه بقى هبتدي ادرس ولسه هدخل ولسه هخوض مجال جديد، يعني بيبقوا مستصعبين ان هم بس يحطوا رجلهم على اول الطريق. النقطه اللي انت بتقولي ان هي ايه، هم فتحوا لك طريق، هم حطوكي على التراك الصح. في ناس حتى بتبقى يعني مش قادره انها تاخد هذه الخطوه. هو انا لو ما خدتش الخطوه الاولانيه عمري ما هوصل، انا ممكن افضل قاعد وما يعني ما اجتهدش او ما اعملش حاجه، ما فعلا عمري ما هوصل. انما لو اخدت الموضوع في الاول، انا بتعلم، انا عايز اشوف الدنيا ايه، مصر الرقميه وايه العالم الرقمي اللي احنا عايشين فيه، هتدرب. وبعدين في كذا تراك هي كمان، فكره يعني التحرك من الكومفورت زون. بالظبط بالظبط، انا قاعد ومستريح دي عمري ما هروح في اي حته، انما لو حاجه على نفسي خطوه في خطوه الواحد بيتحمس كمان، يعني ممكن فعلا في الاول بتبقى صعبه، بس بعد كده لا الواحد بيتحمس. وفكره اني ممكن اختار في كذا تراك، في كذا منحه، في كذا مبادره، في كذا فيلد انا ممكن اشتغل فيه حسب اهتماماتي، ممكن فعلا تشد الواحد وبكمل. بس أيوة. فعلا زي ما حضرتك بتقولي، لو كومفورت زون عمرنا ما هنروح في حته خالص. انا بسالك كمان السؤال ده لانه في كتير قوي من الشباب مثلا تيجي تقول لهم مثلا يعني فكره التمكين او فكره ان انت تبقى رائد اعمال، يقول لك لا يعني انا عايز يعني اخد وظيفه واروح في المواعيد بتاعه الشغل العاديه ابقى موظف حكومي. في ناس يعني بتعشق اللايف ستايل ده، لكن على الناحيه التانيه ما انت برضو لازم تجرب عشان تعرف. هو احنا متعودين على النمط ده، احنا اتربينا كده وعشنا كده، واغلب الناس بتفكر في ان الواحد لازم يبقى عنده عائد مستقر، هو عارف عنده ايه كل شهر. احنا ما بيبقاش عندنا العائد المستقر ده او الثابت، بس يعني ممكن اوقات بتشيل بعضها، وانا ممكن يعني ادير الموضوع ده بحيث اني يبقى عندي حاجه ثابته او عائد ثابت، وممكن ازود عن شغلي، يعني انا ممكن موظف بمبلغ بسيط انا كمان اعمل شغل تاني وانا قاعد في البيت ازود دخلي جامد، واغلب الدخل ده حتى يعني بيفرق جامد، انا وانا قاعد مرفه في البيت بيخش لي دخل ده بيفرق كتير. طب عرفيهم برضو، يعني نقول للشباب اللي لسه بيتعرفوا على موضوع المبادره، لو في حد ما يعرفش مبادره مستقبلنا رقمي ممكن تدخله على مجالات ايه؟ ممكن تفتح له مجالات في الشغل زي ايه؟ تصميم مواقع اللي هو الويب ديفلوبمنت، التسويق الرقمي ديجيتال ماركتنج، وعلوم البيانات او تحليل البيانات اللي هو الداتا اناليسيس. وبعدين كل تراك من دول بيبتدي من الصفر في كذا ليفل، ثلاثه في الاول، الليفل اللي هو مبتدئ خالص، وبعدين اللي هو بروفيشنال، وبعدين المتقدم. وفي كمان زياده عن كده تراكات كتير في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وكمان في تصميم المواقع مستواها اعلى، وكل فيلد او كل تخصص له مستويات اعلى، هم بيزودوا شهادات كتير كل فتره، بحيث انه بيخلونا فعلا يعني اب تو ديت جدا في السوق والسوق العالمي، وبيتابعوا كمان الشباب اللي بيتخرجوا منهم، بيزودوا لهم ساعات تدريب، او بيبقى في برضه مدربين بيتابعوكي، لو عندك سؤال بتسالي وبيجاوبوا عليكي، ناس مثلا اشتغلوا قبل كده بيدلوكي تعملي ايه او تقدمي ازاي في شغل.
فبيبقى فيه كذا ميزة برضو واحنا بنتعلم، يعني مش تعلم بس لا، ده هما جايد يعني كمان لينا في التراك نفسه، بيكون هو دليل بالنسبة لك. بالظبط. طيب آخر سؤال أستاذة رحاب، هسألك على كلمة قالها السيد الرئيس امبارح ولابد أن احنا برضو نشير ليها لأن هي في منتهى الأهمية. ولو احنا اتكلمنا على ثقافة التعليم زي ما سيادة الرئيس قال امبارح، الموضوع مش شهادة، الموضوع ثقافة. بالضبط، ازاي احنا نصل، احنا ازاي نصل للنقطة دي؟ والله زي ما السيادة الرئيس فعلا قال، هو لازم برضو تيجي من الأسرة من البيت. احنا معانا كان كذا شاب وشابة فعلا عدوا الحتة دي وأقنعوا أهليهم إن هم يعني يتعلموا الحاجة اللي هم عايزينها عشان ينجحوا فيها. يعني أنا طول عمري بحب الهندسة، بس لو كنت رحت مجال تاني كنت أكيد مش هبقى مبسوطة وهفشل. فنفس الكلام انا لازم اورث ده لاولادي، اللي انت بتحبه لو اشتغلت فيه او اتعلمته واشتغلت فيه اكيد هيبقى ناجح لانه بيحبه. انما لا، يعني لازم نغير فعلا الثقافه دي، وهي فعلا في تخصصات مختلفه عن زمان. دلوقتي الدنيا في حته مختلفه عن قبل كده. ونغير الكلمه الدارجه اللي هي في الشارع بتاعنا، هي نقول بلد شهادات والكلام ده كله، لا هي الفكره كلها هي ثقافه، احنا بندخل ايه في الراس، يعني بندخل ايه في دماغنا، بندخل ايه في فكرنا، هي الفكره ان احنا نستفيد بما نتعلم، مش انا داخل يعني انا بعرف بحفظ مثلا عشان امتحن فقط. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة رحاب السيد، إحدى المستفيدات من مبادرة مستقبلنا رقمي.